الثاني عشر، المادة تاريخ، الدرس 21، المملكة العربية السعودية. أولا التعريف بعبد العزيز. من هو عبد العزيز آل سعود؟ هو المؤسس الأول للمملكة العربية السعودية، بعد تولى العرش عام 1932 بعد عدة انتصارات له على خصومه، في الأخص في مناطق من الإحساء والحجاز وعسير، وبالطبع في منطقة الرياض. نظم المملكة وطورها اجتماعيا واقتصاديا بشكل واضح حتى بدت من أهم الدول وبالأخص في العالم العربي. لكي يؤسس هذه المملكة مر بعدة مراحل، كان أهمها استعادة نجد والقضاء على آل رشيد. تمكن آل رشيد من السيطرة على نجد وإجلاء آل سعود عن موطنهم الأصلي، فاستقروا في دولة الكويت التي استضافتهم وعملت على إبداء كل ما يمكن لهم أو إعطائهم كل ما يبدو لهم من مساعدة بالعودة إلى منطقة نجد. تمكن عبد العزيز آل سعود من انتزاع الرياض من آل الرشيد وبالتالي منطقة الإحساء ونجد، وكان ذلك في عام 1921، ولكن لم يتمكن من القضاء على آل الرشيد إلا بعد أن كان هناك مساعدة واضحة من قبل الدولة البريطانية لاعتبارات عديدة، فيما بعد حتى سوف تكون على حساب الدولة الفلسطينية وغيرها من دول الشعوب العربية الأخرى. تمكن فإذا آل سعود تمكنوا من القضاء على آل الرشيد، وأعلن نفسه عبد العزيز سلطانا على نجد وفيما بعد على ملتحقات أو المناطق التابعة لمنطقة نجد. برز صراع واضح ما بين عبد العزيز والشريف حسين الذي كان في ذلك الوقت هو والي الحجاز وبالتالي أمير مكة المكرمة وخادم الحرمين الشريفين. فإذا وقع خلاف فيما بينهم بسبب الحدود، حتى تدخلت بريطانيا وعملت على إيقاف هذه المعارك وللحد من تطورها، وبالتالي كانت إلى جانب عبد العزيز إلى جانب على عبد العزيز ضد الشريف حسين. فيما بعد تم الاتفاق ما بين بريطانيا وآل سعود على أن يحترم آل سعود مصالحها في كل من العراق وفلسطين والأردن، ولكن مقابل إطلاق يدها في الحجاز، فكانت النتيجة هي محاربة ومطاردة آل الرشيد من حائل حتى تم إخراجهم نهائيا من هذه المنطقة. فيما بعد هاجمت جيوش آل سعود المنطقة الحجاز وسيطرت على منطقة الطائف ومكة وحاصرت جدة والمدينة المنورة التي كانت تعتبر من أهم المناطق التابعة للشريف حسين. سقطت تلقائيا على التوالي جدة والحجاز، وفر علي ابن الشريف حسين الذي كان قد ولاه والده على هذه المنطقة، فما كان من السكان إلا أن خضعوا إلى السلطان وبايعوا السلطان بن عبد العزيز كملكا عليهم. ضم عسير وإعلان المملكة العربية السعودية. اليمن تعتبر من أهم المناطق التي هي الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية، واليمن من أكثر المناطق غنى وإثراء وبالتالي فيها العديد من الموارد الطبيعية، فكان لابد من وضع أو من وضع استراتيجية معينة تتم من خلالها الدخول إلى اليمن، وفي الوقت ذاته العمل على الاستيلاء على بعض المناطق التي فيما بعد اتضح أنها تضم آبار هامة جدا من النفط. توفي حاكم عسير، فعمل حاكم اليمن لمهاجمة عسير وضمها إليه، فطلب الإدريسيون الذين كانوا السكان الأصليين لهذه المنطقة المساعدة من آل سعود، فلبى بالطبع الطلب ووضعت هذه المنطقة تحت حماية آل سعود. في 18 أيلول 1932 كما تم الإعلان عن توحيد كل من نجد وعسير والحجاز في دولة أطلق عليها المملكة العربية السعودية، وبالطبع كان على رأسها الملك عبد العزيز، ومن هنا بدأت تتشكل المملكة العربية السعودية، وبالتالي ضمت العديد من الدول بعد أن ضمت إليها منطقتين هامتين هما منطقة عسير ومناطق أخرى من اليمن التي تعتبر من المناطق الأكثر إثراء وغناء وبالأخص بالنسبة للنفط. ما هي أبرز منجزات عبد العزيز؟ من الناحية الداخلية بالطبع فرض الأمن، أخضع القبائل لسلطة الدولة بعد أن كانت منتشرة في كافة المناطق، جمع القبائل وحاول التوفيق فيما بينها بينما كانت كل واحدة منها تعتبر لها فكر خاص، وبالأخص حاول جمع الفكر الوهابي مع العلم الحديث، عمل على توطين البدو وإنشاء المدن والقرى للحقول دون
دون توسعهم أو دون أو بقائهم بما كانوا عليه. اهتم بالتعليم، فتح المدارس، بالطبع أعطى أولويته واهتمامه للاقتصاد والزراعة والتجارة، استعان بالعديد من الخبراء الأجانب بالأخص للتنقيب عن النفط وتنمية موارد المملكة العربية السعودية، كما عمل على تطوير المواصلات إن كانت على الصعيد الجوي أو البحري أو الأول البري، من خلال إنشاء المطار أو المطارات أو المرافق البحرية، واهتم بشكل كبير بتنظيم البنية التحتية للدولة أو للمملكة العربية السعودية. من الناحية الخارجية كان لابد من أن يوقع اتفاقيات، كان من أهمها اتفاقية الطائف التي أدت إلى تسوية الحدود ما بين المملكة العربية السعودية واليمن، والتي انفجرت في وقتنا الحاضر. فيما بعد أقام علاقات متينة على الصعيد الخارجي، بالأخص بالنسبة للدول المحيطة إليه عربيا وبالتالي دوليا، مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ساهم في تأسيس الجامعة العربية وانتسب إلى هيئة الأمم المتحدة. عقد اتفاقيات عديدة مع بريطانيا والعراق، اللي هي اتفاقيات الحدود لتنظيم الوجود البريطاني في العراق والبقاء في العراق. أمن حرية الحجيج للراغبين في زيارة الأماكن المقدسة.